مشاهدينا، عند النظر إلى طفل حديث الولادة تلقائياً نلتفت إلى عينيه ونحاول تحديد لون عيونه، وبعد الجدل والمشاورات نتفق غالبيتنا بأن لون عيون الطفل أزرق. لكن خلينا نجاوب عن هذا الموضوع من جانب علمي. تنتقل ألوان العيون عبر الأجيال، وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤدي الاختلافات الجينية إلى نتائج مفاجئة في ألوان العين، سواء كانت العيون زرقاء أو بنية. يمكن للون العين أن يتحدد من خلال الصفات الوراثية الموروثة للأطفال من والديهم، ويحدد التركيب الجيني للوالد كمية الصبغة أو الميلانين في قزحية عين الطفل. غالبية الناس في العالم عندهم عيون بنية، وهذا يتسبب في امتصاص المزيد من الضوء وانعكاس ضوء أقل. لهذا السبب العيون البنية محمية بشكل طبيعي من أشعة الشمس، ومن المحتمل أن يكون لها فوائد تطورية مشابهة لقدرة البشرة الداكنة على تحمل أشعة الشمس الحارقة لفترة أطول. يمكن أن يتسبب الاختلاف الجيني في عدم القدرة حتى على التنبؤ بلون عين الطفل، وهذا يؤدي إلى وجود أبوين بعيون زرقاء وينجبوا طفل بني العينين. الآن نتحدث عن العيون الزرقاء، كيف تجي؟ العيون الزرقاء هي نتيجة لتركيزات منخفضة من الميلانين البني، وليس التصبغ الأزرق للعين، إذ يسمح القليل من الميلانين للضوء بالانعكاس مرة أخرى إلى الأطوال الموجية على طيف اللون الأزرق، واللي بدوره يجعل العيون تبدو زرقاء. حوالي 8-10% من البشر في جميع أنحاء العالم عندهم عيون زرقاء. والمعلومة الصادمة مشاهدينا، إن في الأصل كان لدى جميع البشر عيون بنية، أدت طفرة جينية معينة تؤثر على جين واحد لتعطيل القدرة على إنتاج ما يكفي من الميلانين لتلوين العيون بنية اللون، وهذا تسبب في نشوء العيون الزرقاء. ونشأت هذه الطفرة في الجين الرئيسي المسؤول عن تحديد لون العين. في النهاية مشاهدينا، أياً كانت لون عيوننا فبالتالي بإمكاننا أن نكون جميلين. كن جميلاً ترى الوجود جميلاً.